يصير يغيب ساعة كان نايم وساعة ينسي وساعة دق التليفون بس هو كان بعيد عنه. وقتها بتصير تلاحظي على صفحة الفيسبوك عنده تصرفات الشاب العازب، مسخرة على حياة الكابلز وصور ومعايدات لل 700 فرنس بنات عنده، وكلهم بدهم يسألون شو أخبارهم وشو عملوا مبارح وشو تغدوا بالمطعم الصيني. وكمان لما بصير الحديث عن المستقبل يغير له لونه، وبتصير تحسي عنده هالمشاريع يلي ما بتناسب ابدا حياة الثنائي. بدي بريك، انت بتستحقي حدا احسن مني بكتير. عم بختنق، مش قادر ارتبط. يا لو تعرفت عليك بعد شي 10 سنين من هلا. باي ذا واي، الشاب اللي رح يتجوزك كتير محظوظ. واجهي بصراحة، بالنهاية لا أمك ولا أختك ولا أصحابك ذنبهم بالموضوع. ترجع على البيت تنقي وتبكي وتسألي 100 سؤال على التليفون. جربي ما تنهاري، مش إنه تبيني آخر همك، لأنه مش آخر همك، بس مش على الآخر بكي ودموع وصريخ. وأهم شغلة، ما فيك تتركي حدا معك غصب عنه، ما تلومي حالك وتحسي بالذنب. بالنهاية أنت رح تكفي، لأنه الحياة بتكفي. اخبار البنات كل مره خبريه جديده، احضريني دايما، وما تنسي تتابعي ياسمينة.com على كل حساباتها فيسبوك تويتر وانستغرام، وانا بشوفك.